C water food and, food. and CO2, a piece of a bread, a basin in OTD water and CO2. Excellent, yes, C, water and CO2. Excellent, Montez. Uh, yeah, mm -hmm. thanks. The which of the following is or are considered from the harmful metabolites uh, products that are results from the digestion of piece of meat eaten by human? Um. طالما عايز متابوليك برودكتس اللي هي النيتروجين سويس هتبقى اليوريا الـ 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 الانسان. اليوريا بالنسبة للإنسان هتبقى اليوريا اكسنت ممتاز دينا سؤال تمام from the opposite graph which is the following gases pass through the plasma membrane when it's when they exist from lungs طالما من اللونجز يبقى هيبقى أقل حاجة اللي هو 3 تمام يبقى ثري. هنا 3 اكسنت ممتاز ريهام حضرتك يا مستر which of the following doesn't participate in the excretion process in the body أعتقد يعني أعتقد الـ الفي بوستا نمبر سي لا ال الفيلوس لا معانا الجزء اللي هي في اللانج اه سايز اللانج طيب. في حاجه واضحه قوي طيب انس الانس لا مش بس

<تمتعص> يلا يا ادهم هتيجي معاك يا ادهم ما تخافش لا زي ما قلت لك انا لسه ما شفتش مناهج البلد يلا طب ايه 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 السؤال رقم 10 صح؟ عشرة صح؟ تمام which of the uh, structures extend through the epidermal and the dermal layers of the skin تمام؟ ايه ده؟ لا صعب هي, هي اكيد مش البلاد فيسلز ماشي صح البلاد فيسلز مش هي اكيد مش, مش البلاد فيسلز هي دلوقتي. ايه لا اهي تاكتايل كورب سيلز كورب سيلز زي الريد بلاد سيلز والوايت بلاد سيلز اللي هي الاثروكايتس والليوكوكايتس وكده إيه, إيه إيه لا بس بتبقى مدفونه تحت في الدورة تحت. ما خرجتش للابداع. يعني مش معنى. تمام يعني مش معنى يعني ايه وسكس. ااا سيرفسس بلانس اند بلاد فيسلز واحنا قلنا بلاد فيسلز لا يبقى بيه. اه واضحه يعني حتى انت لو بصيت فيها الهير خارجه من تحت وطالعه لفوق واصله خارجه من بره وكمان السبيد جلاند بادئه من تحت وبرده خارجه لفوق. عشان ان ما هي السويت جلاند اتكونت تحت لما اللي امتدت فينا هي السويت تيوب so او السويت فيزل اللي هو الانبوبه ديت او القناه لا لا هي برضو معاها هي جزء من السويت so جلاند هي كلها على بعضها سويت جلاند تمام ممتاز يا ادهم تمام طيب يا ولاد انا هضطر اعمل سكيب شوية حاجات عشان اقدر أدخل, الـ... ادخل في ادخل في في الكيدني النهارده واليونير سيستم ماشي الحال يعني خلينا نشوف الاسئله اللي فيها افكار بس كده like نمبر 12 آه. كنا بادئين مع مين

هو كده كده هو اصلا الريت في السويت سكريشن برضو بيزداد يعني عامه في الهوت سواء انت ما عملت ولا ما عملتش حاجه بالظبط <applause> كده بتلي <مبتلعت> هتبقى سي اكسلنت <applause> ممتاز طب اختاري انت تختاري مين بقى رضينا في السؤال ده اي حد طيب يلا يا كان مين اللي كان في الدور مين كان في الدور مين؟ أظن كان مين في الدور يا أظن تقريبا يا مستر يلا قالي هقول طبعاً الأولمبية شوفت section in the human skin which the structure, in the regulation of the body temperature. تمام اللي بيعمل في بتكون glands, فهتكون هي وفي نفس الوقت هتكون اللي هي 6 عشان السويد جلاند بتاخد من البلد اللي هي بت يعني بتنظم درجه الحراره في الجسم. تمام هتبقى فور, في... فور مع سيس انا لكن فور مع سريم لا سريم في حته ثانيه بيبقى الفيلم ده خلاص مالهاش علاقه بالايه بالجزئيه دي. تمام طيب برضو في نفس الطريقه برضو بقيه الاسئله دي بقى, بقى سهله بقى كلها نفس الاستراكشر وتركيزه بيعمل ايه وبيساوي ايه والامور دي كلها كلها اسئله سهله. طيب انتوا انتوا بتحلوا ولا في حد آآ آآ لا لقى سؤال غريب او في حاجه مش واضحه او في سؤال في مشكله فيه لا تمام كله تمام برضه ده كلام فاضي كله مع الهوتم فيتشر اوف بلاد كابيلرز انكريزز بتبدا تتوسع كالبلاد كابيلرز مع الايه مع ال uh, ال ال hot ال hot temperature وفي نفس الوقت بتزود بقى كميه الايه؟ ال absorbed water او اللي هو الايه؟ الميه اللي خارجه منها. تمام؟ بقيه الاسئله كلها يعني تقريبا ما فيهاش اي حاجه طب ناخد توني ساكس كده ناخد توني ساكس يلا يا جنة Biology of the figure represent a dramatic section in the human skin. Study it then determine which of the figure represents the percentage of CO2

ماشي الكربون dioxide هيبقى في في اكس إيه طبعا قليل في الشريان الكربون dioxide قليل طب كمل اه هنستبعد B و C بقى لنا A و D ماشي آه بعد كده عندنا السولتس في X آه مش هاير النيتروجين سويست بقى ساليا فينيكس تجينيس ويست هي <تبقى> عالية؟ أنا تجينيس ويست أعلى في مين؟ في الإكس ولا في الواي؟ في الإكس في الإكس أعلى تمام؟ صح؟ أه؟ لكن وأنا مم. راجع في الواي كانت اتاخدت مني إنما الكربون دايوكسيد أنا رايح بأكسجين ورجعت بالكربون دايوكسيد فاهماني زي مم. الكربون دايوكسيد لوبر لكن النيتروجين سبيس كمان السورس هتكون دي هتكون هاير فيكس والإجابة هنا اللي هي مين؟ دي دي طيب نبدا بقى نتكلم على الكيدني والاكسكريشن <applause> ان مين كيدني اند ليفر طبعا الدرس جميل جدا على الاخر ما حاجه سهل جدا ماشي وبرده ماشيين فيه زي ما احنا شغالين و يعني زي ما قلت لكم هو كان بالضبط كده عامل مصالحه على اللي حصل في الترم الاول فيلم الموضوع الريسبيريشن بالذات كان شغلانه طويله قوي لكن الحمد لله ظبطناه وكانت الامور تمام فيها بالنسبة بقى للإيه الإكسبريشن بالنسبة للكيدني قال لي مستر بالنسبة للكيدني الموضوع سهل جدا أسهل, أسهل وأبسط مما تتخيل بتكلم فيه إزاي قال لي the kidney is responsible for the excretion of the urine البول طيب اليورين ده عبارة عن إيه قال لي عبارة عن نيتروجينيوس سويست بكميات أكتر عبارة عن سالتس؟ وكمان يا مستر ساعات بيكون في فيتامينز وفي شوجرز وفي ووتر بس كل الحاجات ديت الاجزاء بتاعها اللي هو بتاعها اللي انا انا مثلا اكلت كميات كبيره جدا مثلا من الكربوهيدرات ماشي الحال وحصل لها عمليه انها تحولت انتو شوجرز او انتو مونوساكارايد اللي هو الجلوكوز جسمي قعد يبني ويكون و و وا وخلاص في فايد كتير جدا من الكربوهيدراتس واكل علبه جاتوه فاهمني ازاي؟ فاصبح عندي اكزيت من الكربوهيدرات بطريقه كبيره جدا فبالتالي تنزل جزء كبير منها مع الايه؟ مع اليورين مش بس كده لا ده كمان الدايابيتك اللي هو مريض السكر هو مريض السكر ايه مشكلته؟ انه ما عندوش الانسولين اللي يروح للخلايا يقول لها يا خلايا خدي السكر بتاعه. ده معنى كلمة دايابيتك، ما عندوش الأنسولين الكفاية اللي يروح للخلايا خلايا تاخد السكر بتاعها، فبالتالي أصبح كمية السكر موجودة في الدم كتير فبالتالي بيروح في البول كتير وبالتالي استاذي حتى بيحاول ان هو يشرب ميه كتير وتبول كتير وكده عشان خاطر يتخلص من الايه؟ من السكر ده. طيب يبقى اذا الكيدني اهم ما هو موجود فيها اللي هو نيتروجينيوس او النيتروجينيوس سبستانس اللي هي المركبات النيتروجينيه اللي احنا بنسميها اليوريا. طيب شكل الكدني دي بقى عامل ازاي وقصتها ايه بالظبط؟ قال لي يا مستر ات فيرست كدني ان ار لونج ثين which extends along the two sides of the vertebral column. على حوالين العمود الفقري كده بالمنظر ده حوالين ال vertebral column، بيكون شكلهم رقيق ورفيع وطوال بشكل ايه؟ مش إيه 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 مش قوي او مش وضعيتهم مكتنزه كده وبتاع، ولكنها بتبقى بالمنظر ده كده. بيخرج منها اليورترز اليورترز اللي بتوصل اليورناري بلازر علشان خاطر تاخد وتخرج بره الجسم. دي بمنتهى البساطه الاستراكشر بتاع اليورناري سيستم كله على بعض فاذا هنا وانا بتكلم على ال ال lower vertebrates, the shape of the kidneys, they are thin, long organs extend along the two sides of the vertebral column يمين عن آخر. طيب بالنسبة للـ higher vertebrates منهم بها الإنسان والممل بصفة عامة قال لي مستر زي kidneys are more compact متنبكة مكتنزه أكتر and situated behind the peritoneum اللي هو المبريد that lies the abdominal cavity. A tube called the ureter runs from each kidney and transfers urine to be collected in the bladder then the urine bath to outside through the ureters. أو الأريثرة. طيب يبقى الموضوع إيه يا مستر بمنتهى البساطة قال لي شكل الكليتين هنا رقيقة أو طويلة زي ما إحنا شايفين أما هنا يا أستاذي ممتمكة أكتر مكتنزة أكتر اللي هو بيقول عليها إيه؟ compact compact يعني مكتنزة كده عريضه مليانه شويه كده ماشي الحال مكانها behind peritoneum البريتونيم ده اللي هو التجويف البريتوني او الغشاء البريتوني الممبرين ذات لايند ابدومينال كافيتي انا عندي يا استاذي الابدومينال كافيتي من جوه لايند ويز بريتون الغشاء الغشاء البريتوني اللي هو المنديل ده اللي عارفينه بيتحط فيه الطارب ده اهو ده الغشاء البريتوني ده موجود عندنا احنا كمان ورا منه بقى موجوده الايه الكيدنس دي طيب يا مستر الدنيا ماشيه ازاي قال لي ماشيه من هنا كده ركز معايا ببساطه قوي اي انسان او اي حيوان بصفه عامه بيبقى عنده نزول كده دول بالمنظر ده دول يا مستر جاي لهم البلاد فيزلز اي بلاد فيزلز اكزاكتلي قال لي الارترز جاي له الارتر الشريان واصل له وداخل عليه بالدم واموره تمام بس الدم اللي داخل ده دم مش نظيف قوي يعني. دم يا مستر شايل بقى نيتروجين يا سويس وشايل وشايل القصص دي كلها وشايل الفضلات دي كلها. بيحصلوا هنا عمليه فلتريشن يتفلتر الدم عن طريق حاجه اسمها نيفرونز نيفرونز وهنتكلم في النيفرونز دي بالتفصيل دلوقتي ولكن الفكره ان النيفرونز دي زي المصفه كده بتصفي الدم بحيث الدم النضيف يرجع مره ثانيه في الفين يروح للجسم. طيب يا مستر والدم اللي مش مش نضيف أو بقى الفضلات الإخراجية اللي اتبقت ديت تتكنس بالميه وتنزل في المصفى أو النيفرون ديت وتقوم رايحة على اليوريتر واليوريتر ينزلها لمين؟ لليورينري يليوري... بلادر وبعد كده تخرج بره الإيه؟ بره الجسم. دي الفكرة العامة بتاعت الموضوع أو ده الشغل العام بتاع القصة بتاعتنا. طيب. ماشي. آه 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 عندي بيكلمني دلوقتي بيكلمني في معلومة بسيطة أو ما فيهاش حاجة إن اللور vertebrates زي الفيش Amphibians اللي هي الضفدع Amphibians اللي هو بتعيش في الاثنين يعني اللي هو بر مائيات ماشي الحال كاركترايز باي لاينج ان حط البيت بتاعها في الميه علشان اصلا اللي بيطلع من الضفدع ديت بيعيش في الميه اصلا اللي هو الايه؟ ال ال الطور الاول منها او المراحل البدائيه اللي هي الفيرست ستيج فروم life لايف المراحل البدائيه في دوره حياتها بتعيش اصلا فين؟ في الميه والثاماك هتروح عمرها عشرة في المية. فبيترب خط الـ higher vertebrates بقى اللي هي الكائنات ال 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 vertebrates العالية أو الراقية. ال including من أول reptiles وانت ماشي. Reptiles, the birds and some mammals are characterized by laying their eggs on land. Other mammals have a uh, 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 uterus to keep the fertilized. egg or ovum inside the female body كل اللي احنا ايه اللي احنا عارفينها كلها يبقى حد يجي يقول يا استاذي هو فيه في ماماليا. في مماليا laying eggs فاكرينها ولا نسيتوها؟ الايه؟ في مماليا laying eggs في mammals laying eggs بس laying eggs اه مامز لينج اكس في في مامز بتبيض هديات بتبيض لا مش شاكر لا ما فيش يا مستر بس دورت. كانت اه بتولد اي اي اي, إي بس كانت بتبقى انكمبليت امبيريز ماشي الحال كانت انكمبليت زي اللي كانوا اسمهم ايه الثدييات الأولية اللي هم في البداية دولت ماشي الحال الأولية خالص كانت بتبيض أه بس كانت feed their offsprings their milk كانت كانت بترضع إزاي؟ اللي هم الثدييات الأولية خالص ماشي دول كانوا في الكلاسيفيكيشن في آخر حاجة في الممالي ماشي حل الممالي قسمناها إلى ثلاث حاجات أول حاجة منها اللي هي مماليا أو اللي هي بنسميها الثدييات الاوليه البدائيه خالص اللي كانت بت بتبيض عندنا ديت بس كانت بترضع لذلك احنا قلنا عليها انها ماليه برغم انها ايه انها بتبيض او يعني الدولفين ايه دولفين لا مش ايه؟ مش الدولفين كان نوع من الحاجة عامله شبه البط كده فاهميني ازاي كان عامله شبه البطه كده بس كانت ايه بتبيض بس في نفس الوقت بترضع صغارها اه ماشي كان من البطريق يعني آه لا برضه مش البطريق البطريق من الطيور عادي انما الكائن ده كائن كائن وحيد في المنطقه ديت ماشي كان اسمه مش عارف ايه كده مندرين او حاجه كان اسمه المندرين ماشي كان بتبيض ماشي بس في نفس الوقت بتبدا انها بترضي صغارها كان اسمها يادها مش شاكر بس كنت عايز اسال ها آه فضل هو الديناصور يعتبر ايه؟ رمز برضه؟ ريبتايل تايلز ريبتايلز الديناصور ريبتايلز من الزواحف اوه صح صح عشان خاطر كان ليه الاكس بتاعته حضرتك قلت السؤال بتاعك معلش تاني فكر فيها الماملز الماملز اللي كانت لينج لينج اكس بات إيه 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 كان عندها البريس بتاعتها بتبدا انها بترضع صغارها في ذير اوف سبرينجز الملك فروم ذير بريست ماشي كان كان مش متذكر كان اسمه ايه كان 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 واحد بس في المنطقه دي كده دي سبيجنز ولا ايه اوليه هو ثديه ريهام فاهماني كائن كده اسمين الساديات عامل شبه البطه كده منقر وعريض صغير ايوه ايوه كده كان اسمه بلاتي حاجه آه آه مش متذكر بصراحه لكن هو <applause> التي باد باين التي حاجه زي كده. حاجه كده اه ممكن، المهم يعني الكائن ده هو الكائن الوحيد اللي هو من الثدييات بس الدكتور ده طيب خلينا نتجاوز النقطه ديت، ماشي طيب عندنا يلا واحد تست هون يلا يلا ري يلا يا هام دماغك دخلت حامي كده لرهام. يلا يلا ري ان in which of the following living organisms the kidneys are more compact? نختار منهم مين؟ فراك سلاماندر بولت جريلا فين الهام موجودة؟ تمام ممتاز يا بسيطة يا ريهام الدنيا بسيطة في ايه؟ طب ايه يا سارة؟ ريهام مش موجودة تمام ممتاز يا انا ممتاز يا جان ها يلا يا ريهام سؤالك مستنيك زي ما هو تمام ميل؟ انا مستني حضرتك جيت تجاوب خرجت من السيشن ايه يا جيت تجاوب خرجت من السيشن إيه ليه؟ ما أيوة نت ضعيف جداً طيب جداً and which of the following giving organisms the kidney are more compact؟ طب أنا أختار wow مين؟ جوريلا؟ بالجوريلا اللي هو الـ higher of them طيب kidney in the human body مستر أيوة؟ بس معيشة مباطعة بس أنا جبت الحيوان اللي هو كان اسمه ذاك build platypus ايوه ايوه بطل بطل المندرين بالعربي لا رحت جبت لهم كتاب براود حضرتك في الاخير بقى في الـ في الـ في, الـ في, كورس درس سواء كورس جميل جدا بس مين اللي يهتم يعني فاهمني ازاي؟ إيه ده كائن حي حيوان الوحيد في الدنيا اللي ربنا إيه من الماملز ماشي بس هو الوحيد اللي من الماملز من الثدييات ولكنه بيبيض ماشي وبيرضع في كائن تاني بقى بي بيلد بس بيلد صغار مش كامله التكوين الصغار اللي بيلدها مش بتبقى خلاص جاهزه انها تنزل تعيش زي اللي هو الكنجار مش انحال فبترجع بيخذ ايه بيخبيها تاني يكملها مش عارف ايه ليه الكلام ده كله عشان ما عندوش بلاسنتا الكنجار ما عندوش بلاسنتا المشيمه اللي يقدر ان هو يدي لل... ال... 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 الام تدي الجنين الغذاء بتاعه لذلك بيتولد الجنين بدري قوي مش كامل تكوينه بتحطه بقى في الجراب بتاعها ده تبدا ان هو ايه ترضعه او تغذيه يعني انما الكائن اللي هو الداك بلاتي باديوس داون او اللي هو بط المندرين ده ده كائن ما بي بتالد بالرغم انها ايه من الثدييات يعني بتبيت سوري بالرغم انها من الثدييات طيب نرجع بقى لمرجعنا تاني للكيدني ان هيومن بادي كيدني ان هيومن بادي طبعا بقى دي حته جميله على الاخر فاهمين ازاي والدرس من كتر ما هو سهل يدينا فرصه ان احنا نخرج ونلف حواليه يعني طيب نرجع تاني بالنسبه للكيدني ان هيومن بادي Ali, there are two kidneys are situated in the upper part of the abdominal cavity, one at each side of the vertebral column. Why? <laughs> <laughs> uh, the is their location. Of course, they are working on it. As for the size, let's the Come on, size, Each kidney is about 12 cm long and about 7 cm wide, uh, while its thickness is about 3 cm. Ah, oh, it's not sure. Uh, yeah, 12 long, seven wide, thickness about three centimeters. Excellent. About their description. About their description. Huh? the <laughs> description. Um, uh, the kidney is being shaped. Its outer part is convex, while the inner one is concave. Uh, and at the inner concave side, which is called the pelvis of each kidney, the renal artery co uh, coming from the aorta enters the renal vein comes out, which is connected to the inferior vena cava as the ureter is emerged from it. اه يبقى ببساطة يا مستر عندها concave side and convex one. يبقى لو جيت بصيت عليها هلاقي الكدني عاملة بالمنظر ده. ماشي الحال عندها من جوه مستر concave. سايد بتاعها ومن بره الكونفكس وان الا بلاد فيزلز تدخل لها من هنا من الناحيه اللي هي الايه؟ يعني الكونكيف وان ماشي الحين طبعا دي مثلا طبعا بتتكون من بره خالص من الايه؟ ايه ايه الجزء بتاعها هنتكلم في الاستراكشر بتاعها دلوقتي حالا لكن الفكره كلها اللي إن انا عندي دلوقتي اللي عايزك تعرفه ان البلاد فيزلز بتدخل ليها من الكونكيف الكونكيف سايد مش من الكونفكس مش تدخل لها من هنا كده لا من الكونكيف ماشي الحال وعندها كمان يا اولاد شفتها في في, كتير من الامتحانات هنا في جلاند مهمه جدا مش اسمها الادرينال جلاند غده الادرينالين مهمه جدا الغده دي موجوده هنا كده احنا كنا عارفينها لان برضه بيسال عليها في بعض الايه في بعض الاوقات او بيتكلم هو بيقول ان انا عندي بيسايد ذا ذا ادرينال جلاند عشان الناس ما تتخضش لا لازم اكون عارف ان الغده اللي موجوده هنا اسمها غده الادرينالين او طبعا الغده القذريه ماشي الحال اللي بتدرس الايه بتفرز الادرينالين وكلنا عارفين قصه الادرينالين ودوره في الجسم طيب ارجع ثاني للستراكشر قال لي مثلا تتكون من الكارتكس والميدالا والبالفس كارتكس ميدالا بالفس واحده واحده بقى نتكلم عنهم والدنيا ماشيه ازاي قال ما. لي بص يا مستر سيبك من الكلام اللي انت عمال بتقول ده ادي الميدولا اللي هو او الكورتكس او القشره اللي بره خالص اهيت الكورتكس اللي من بره خالص أهيًا وادي الميدلا اللي هي النخاع بتاعها من جوه وادي البيلبس اللي هو حوض الكلى من الداخل خالص ده كله يا مستر كلام جونيور 5 و6 جونيورز كلام فاضي كله امال الكلام بتاعنا احنا بقى مين قال الكلام بتاعنا اللي هو النيفرونز اه ايه اللي منتشر موجود عندي في الكدن ده يا مستر قال لي ده اسمه النيفرونز ودولت اللي هم الفانكشنال اند ستراكشرال units of the kidney وحدة البناء ووحدة العمل في الكيدني اللي هي مين؟ اللي هي النفرونز. ايه بقى حكاية النفرونز ديت؟ ويعني ايه كلمة ان هو عندي مستر structural units؟ ماشي. functional unit كمان يعني هي الوحدة الوظيفية الإخراجية في الكلى. هي اللي مسؤولة عن الإخراج في الكلى. الكلى الواحدة بتتكون من مليون وحدة من دول. إن هما النفرونز دول. كل واحدة فيهم بتشتغل بنفس الآلية أو بنفس التكنيك إن هي تجمع البول وتبدا انها ايه انها ترجعه بتجمعه ازاي وبترجعه ازاي بينا نشوفها مع بعضينا بس بعد ما نرجع علشان ما يقطعش علينا واحنا شغالين فنرجع وبسرعه يا شباب بالله عليكم ما حدش ايه ما حدش يغيب معانا برضه يا مس حبيبي ويلكم باك حبايب قلبي هنكمل كمان يبقى اذا هنا يا مستر ادي الكدني اهين بتتقسم انتو 3 بارتس اللي هم الكورتكس القشره اللي بره خالص الميدلا الميدالا اللي هي النخاع بتاعها وكمان منطقه البيلفس او اللي هو حوض الكلى اللي هو التجويف في الحته اللي دي فاضيه اللي هو المكان الفاضي اللي بيتجمع فيه اصلا في الاخير خالص. ماشي يا مستر مين الشغل بتاعنا اللي بيشتغل معايا؟ قال لي اللي بيشتغل معاك هنا الوحده الوظيفيه للشغل بتاعتك اسمها النفرونز. كل كلى من دول فيها حوالي مثلا مليون نفرونز. طيب النفرونيه دي شكلها عامله ازاي؟ قال لي بس هنا هقول لك هي ماشيه ازاي وبعدين هننزل نشتغل على النفرونيه الواحدة النفرون بتبدا في الكورتكس وبعدين بتنزل تمشي في الميدلا وبعدين بترجع تاني للكورتكس. ده بس انا لك عليه دلوقتي ان النفرون النفرون بيبدا او بدايتها بتكون في منطقه الكورتكس وبعدين بتنزل مره ثانيه لمنطقه ال الميديولا ماشي وبعدين ترجع ثاني للكورتكس كل واحده فيهم بتشتغل بنفس الطريقه سيبنا بقى من الكلام ده كله وتعالى لي هنا بقى كلمني عن النفرون دي مع نفسها كده واحده واحده قال لي اهي النفرونيه لو جيت بصيت عليها من بره في الاخير في في البدايه خالص دي النفرونيه الوحيده هي يا مستر ايه ده ايه قصتها النفرونيه ديت او ايه وضعها بالظبط قال لي النفرون بيبدا عندي بكابسول مهم جدا او محفظه مهمه جدا اسمها بومانز كابسول بومانز كابسول او محفظه بومان وبعدين قال لي وبعدين انبوبه طويله طويله بتبدا عندي بال ال كايل دي تيوب او تيبيول اونيبيبا يعني وبعدين تمشي تنتني تحت جوه اللي هي اللوب اوف هينيل او ثانيه هانل اللي بتبقى نازله في قلب الميديولا وبعدين ترجع لك تاني بالسكند كويلد تيوب وبعدين تروح للكوليكتينج داكت القناه او الانبوبه المجمعه بينزلوا ازاي او الدنيا ماشيه ازاي مستر برضو انا مش فاهم هقول لك بالراحه هنا قبل ما ادخل لها بفتح البلاد كابيلاريز بتاعتي منطقه الشعارات الدمويه اللي جايه منين جايه من الرينال ارتري اللي هو الشريان اللي جاي بالدم من دي الدم الملوث بيدخل هنا يا مستر الايه الاشارات الدمويه بتبدا يحصل سلام في الفلتريشن احنا اتفقنا عليها جوه محفظه بومن يبقى اللي بيحصل في محفظه بومن الفلتريشن اوكي فضلات اخراجيه بقى كلها الواس سبستانس والنيتروجينياس واسس وكله كله كله مع الفيتامينز والشوجرز وكله ما عدا مين ما عدا البروتين ما عدا البروتين ما فيش اي بروتين بيترشح في المنطقه دي يبقى هنا لما اعمل فلتريشن اعمل فلتريشن لكل المواد الا الا البروتين البروتين ما ترشحش هنا ليه عشان كبير الفيتامينات تترشح عادي الشوجر يترشح عادي المونو سكاريد الووتر الويسبس نتوجينس سبستانس كله كله بيترشح هنا طيب ثواني ادهم بس تمام؟ وبعدين هيتكنس بالميه يا استاذي وينزل هنا كده، اوه طيب يا مستر مين دي؟ قال دي اسمها الكولكتنج داكت او الانبوبه المجمعه اللي هتجمع من ده ومن ثاني ومن نفرون رابع وخامس وعاشر ومن المليون نفرون عشان تنزل الى ال ال حوض الكلب. طيب يا مستر ليه السكه دي كلها؟ طب ما من هنا ها؟ وانا هو جنبي اهيت هي معديه من جنبي في في منطقه الكورتكس ليه ما وصلش للكورتكس على طول ومشي الدنيا وخلصنا على كده قال لي لا لازم الاول السائل ده يفضل ماشي ماشي في الفيرست كويل تيوبيور وبعدين في الهنال لوب وبعدين يرجع في السكند تيوبيور وبعدين يروح طب ليه ده كله؟ ليه السكه الطويله دي كلها عربي؟ وليه الكويلد؟ وليه الفيلم ده كله؟ قال لي اه هنا لازم اعمل مرة ثانية ري ابزوربشن اعادة امتصاص اعادة امتصاص لمين يا مستر؟ قال لي جواه ووتر هحتاج الووتر دي تاني يبقى ارجعها مرة ثانية للجسم هحتاج الفيتامينز هحتاج كتير من الصالس الاملاح ارجعها تاني للجسم هحتاج يا مستر كميه برضه من الشوجرز او من المونوساكرايدز ارجع تاني للجسم عندي ما انا الجسم عندي محتاج الفيلم ده كله فبالتالي بعمله عمليه اسمها ري ابزوربشن إعادة امتصاص أرجع الحاجات دي مرة تانية كلها لجسمي ماذا وإلا كانت هتبقى كارثة لو ما فيش إعادة امتصاص ديت يا أستاذي ليه؟ قال لي عشان لو ما فيش إعادة امتصاص كنت هفقد كتير جدا من السولتس والفيتامينز وال... هل هي دي الكارثة؟ لا الكارثة أنا كنت هفقد المية كمان الماء اللي اتفلترت دي كلها كانت هتروح مني ومش هرجع لي منها حاجه وبناء عليه كنت هحتاج لشرب 170 لتر اوف ووتر دايلي لولا العمليه دهيا الري ده دهيا لولا اعاده الامتصاص مره تانية، ان انا الحاجات اللي انا فلترتها وقلت انا مستغني عنها ارجع استفيد منها ثاني وارجع منها ثاني لجسمي لولا ان انا عملت القصه ديت انا كنت هحتاج لشرب 170 لتر من الميه في اليوم. بالاضافه طبعا الى فقد بقى العناصر بتاعتي وكده. لذلك يا اولاد ها هنا لحد هنا كده بسميه الايه؟ الاكسكريتوري ليكويد بسميه الفلتريتد او الفلترد ليكويد سائل رشيح انما اول ما وصل عند ال-collecting داكت اقول عليه يورين ليه يا مستر؟ هو ما وصل هنا خلاص انا اخدت منه كل حاجه اتاكدت تمام اخدت الميه اخدت السولتس اخدت الشوجرز اخدت الفيتامينز اخدت كل حاجه انا جسمي محتاجها <applause> او لا هتفيدني في جسمي باستثناء مين يا مستر بقى خلاص الفترات اللي انا خلاص اقسمت له بالله ان انا مش محتاجها هي دي اللي بتبدا خلاص الجسم يبدا ان هو منها او بتخرج من هنا كده فيما يسمى بقى فكره الايه؟ اليورين. يبقى لحد هنا كده اليورين، حد بقى يقول لي طب مين ده؟ ما هو الدنيا تمام اهو الرسمه لذيذه خالص اهو الرسمه دي ايه اللي زايد فيها؟ اللي زايد في حاجه كتير قوي. اللي هي ايه اللي هو البلاد ان انا امشي البلاد كابيلاريز جنبي هنا اللي هي النت اوف ذا بلاد جنبي هنا علشان خاطر هي ديت اللي هتاخد او هيحصل فيها عمليه الايه الري ابزوربشن مره ثانيه وترجع مره ثانيه المواد الايه تدخل للجسم مره ثانيه اللي هي الميه والاملاح والفيتامينات وكلها دي كلها يبقى اذا هنا ثاني النفرون النفرون اللي قدامي ده اللي هو ده الفانكشنال يونتس اوف ذا اكشن ان ذا كيدني وحده الاخراج الوظيفيه في الكلى ليه يا استاذي قال علشان هو ده كل كلى فيها حوالي مليون نيفرون من النيفرونز ديت كل واحده فيهم بتعمل على عمليه الايه الفلتريشن والفلترة والاخراج و... طب بتشتغل ازاي قال عن طريق الاستراكشر بتاعها بتبدا بالبومنز كابسول بومنز كابسول على اسم راجل اكتشفها بومان طيب اسمها بومانز كابسول بومانز كابسول محفظه بومان هي ديت بيدخلها لها الشعيرات الدمويه طب بتدخل الشعيرات الدمويه هنا تعمل ايه قال تترشح تعدي تعدي المواد اللي موجوده في البلازما كلها ميه وفيتامينات وسكريات وباستثناء البروتينات وطبعا خلايا الدم بتعدي لي. كل حاجه بتعدي بتنزلي تحت كميات كبيره جدا من الميه دي تدخل هنا دخلت على مين على البومنز او على النفرون تيوبيول اون اي النفرون اللي هي بتتكون من ثلاث اجزاء اللي هم مين يا اولاد الفيرست كويل تيبيول اللوب اوف هانل السكند الفيرست والسكند مع البومنز دول كلهم موجودين فين موجودين في منطقه الايه الكورتكس ماشي الحال انما اللوب اوف ان اوف هانل ماشيه تحت ممتده في قلب مين في قلب المدلة جميل على الاخر طيب يا مستر بعد كده لما رجعنا هنا اثناء الايه دي كلها على بعضها بتحصل لي عمليه ري ابزوربشن خلي بالنا الري ابزوربشن بتبدا من اول هنا من اول المنطقه دي من اول هنا من بعد ما بعدي من الايه البومنز تيفيول لحد هنا قبل ما ادخل على الكوليكتينج داكت خلي بالنا كويس قوي قوي ان ما فيش ابزوربشن في الكوليكتنج دكت ولا حتى في البومن نفسها لان البومن ما فيه. البومن مصفه. ترجع تمتص في نفسها لا ده هي دي اللي بتصفي وبترجع الدم النظيف يدخل يعدي في الجسم طب والدم اللي مش نظيف او السائل بقى يفضل ماشي هنا كده ويعدي يفضل ايه يتمرمط المرمطه دي كلها لحد لما طول ما هو ماشي برجع منه ميه برجع فيتامينز برجع املاح برجع شوجرز برجع مونوساكرايدز برجع كل حاجه انا جسمي محتاجها والباقي بقى يا مستر قال لي اصبح خلاص حلف على المصحف انه ما عاد نافع الحاجه اللي وصلت هنا كده خلاص قصتها خلاص ما عادش فيها حاجه تنفع بتقوم يا مستر بيتجمع في الكوليكتنج داكت تفضل ماشيه بيها الكوليكتنج داكت لحد لما توصلها للبلفز بتاعها والدم بقى نضيف خالص بقى بالايه بالميه اللي راجعه فيه تاني بالفيتامينز بالاملاح بترجع كلها في الايه الرينال فينا ماشي الحال في الوريد بقى اللي هو راجع بالدم النظيف واموره تمام طيب ما عندوش مشكله والبول بقى ده او اليورين بيبدا يدخل فين في اليوريتر طيب اليوريتر ده اللي بيبدا يوصله الى مين الى اليوريناري بلادر نقطه بنقطه وتيكا تيكا ورجا ريجا وعلى الهاديه زبادي بيترحل نقطه بنقطه فين في اليوريناري بلادر اللي لولاها كان الانسان هيمشي ينقط هي وظيفتها ايه اليوريناري بلادر هي عمليه الايه الاستورنج تخزنه لحد لما الامور تبقى متاحه فيبدا ان هو ايه يتخلص دي كده بالنسبه عندي لقصه الايه الـ الكيدني او الايه الفيلم اللي بيحصل في الكيدني خصوصا في قصه الايه النفرون <applause> يبقى اذا هنا النفر يا مستر نفرون يا مستر ات ذا فانكشنال اوف ذا كيدني أو the functional units of the kidney each kidney contains about 1 million nephron جميل على الآخر طيب اللي نشوف الأسئلة تفضلي يا جماعة تمام <applause> مستر هو سبحان الله إن هي اللوب في هنل دي شكلها مختلف بس يعني هي ليه يعني هي ليه شكلها كده مختلف إنها طويل يعني ليه ما تبقاش زي زي الاثنين الثانيين تبقى كولويد يعني هل هي طويلة بحيث إنها بتمتص مثلا مية أو فيتامينات أكتر ولا هي كده بس؟ ما كلهم طوال بس هي مفروده. هما كلهم طوال يعني هي هي طويله زيهم بس هي مفروده، ليه مفروده؟ علشان خاطر تمشي تفت... تتمدد تلاقي مكان تمدد فيه هناك تحت في الكارتر في في الميديا لا تمام؟ انما هي لو لو هي كمان كويلد زيهم وهم كويلد كانت الدنيا مكببه قوي. فاهماني ازاي؟ وحتى كانت علاقه البلاد كابلرز او التفاف البلاد كابلرز حواليهم علشان ياخد منهم بقى الحاجات اللي هم يرجعوها تاني كان هيبقى فيها صعوبه قوي. فهماني فسبحان الله الوضع الاحسن ليها كده او الوضع المثالي ليها انها تكون تتفرغ كده عشان خاطر يحصل فيها الابزوربشن والبول يمشي براحته وعلى فكره نقول لك على حاجه هو اساسا اليورين ده عباره عن ايه؟ عباره عن صالص انا عايز برضه ازقها الصالص دي عايزها تتزق بسرعه مهما كان عايز اعمل منها ري ابزوربشن واعاده امتصاص والكلام ده كله بس انا عايز اخلص منها لانها لو اتبقت شويه وحصل مثلا انها توقفت الصالص اللي فيها ممكن ترجع تبقى انسوليبل وتبدا تكون لي ايه؟ بلورات باللو... وكريستالز والحبشه دي كلها كله بقى. فهمني ازاي؟ وده الفرق ما بين حد جسمه بيقدر يعمل كريستالز وحد جسمه ما بيعملش كريستالز هو ايه الفرق بين كيدني والثاني؟ هل في نفسه؟ لا ما فيش ما فيش فرق في الاستراكشر اوف تلاقي حد دايما حد جسمه بيكون آآ 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 املاح. ماشي الحال اللي هي الكريستالز بتاعت الاملاح والثاني جسمه ما بيكونش. ليه؟ قال على حسب سرعه الايه؟ سرعه الميه او سرعه دوران الايه؟ الميه في الاوعيه بتاعته او داخل الايه؟ الكدني نفسها. <applause> ماشي الحال؟ كلها بينزل فين بقى؟ في, في البلفز بقى. تمام يا جنى. اي ادهم ممشن ادهم عندك سؤال؟ تحت عندي. ادهم في سؤال؟ يمس. فضل. اه يا مستر. اتفضل. معلش هو مش الشوجر المفروض برضه لارج سايز المولكيول هو ليه مش بيتصرف لا الشوجر بينزل في صوره مونوساكرايد اه لا هي برغم انها برضو من ال ال اللي هي الاورجانيك موليكولز بس هي صغيره بالنسبه للبروتين انما البروتين عدد كبير من الامينو مرتبطه بالبيبتايد بونز فهمنا ازاي؟ فبالتالي لا حتى الشجر اما بيخرج في صوره مونوساكرايد بتبقى صغيره انها تعدي هي الثانيه ولما الجسم يحبها او يحب يرجعها بيرجعها ثاني مع الحاجات اللي راجعه. ماذا والا اندايابيتك لو هو دايبيتك هيبقى عنده شجرة كتير او فبتنمش مش قادر يرجع منها تاني فبيخرج منها بس دم. تمام تمام فهمت حضرتك شكرا حتى انا سؤال يا اولاد اه انا يا مستر تفضلي يا دينا واخر حاجه بتحصل بيوصل للكوليكتنج ده وبعدين بيطلع بقى ما فيش حاجه ثانيه يعني ما عمليه ثانيه بتحصل لا خلاص طالما وصل الكوليكتنج ده خلاص كده خلاص اصبح اصبح اسمه يورين <applause> حتى لو بصيت على الكوليكتنج ده ما فيش بلاد كبيرز ماشيه جنبها هي فين؟ امم مفيش بلاط كبيرز ماشيه جنبها لان حتى الكولكتنج ال 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 ده ولا بيحصل فيها ابزوربشن ولا بيحصل فيها فلتريشن امم خلاص العمليه بتكون خلصت الدنيا خلصت بالظبط ناخد بقى فيها بتوصل لحد البلفس يتجمع يتجمع في البلفس لحد ما يكون نقطه النقطه, النقطة دي تمشي تنزل فين؟ في اليوريتر واليوريتر يوصلها للجنري بلاند اه شكرا مستر. <laughs> it's considered a fine tube that is differentiated into Bowman's capsule. It is swollen the swollen part at the beginning of the nephric tubule and it's cup-shaped thin double walled capsule it's found in the cortex. <laughs> في الكورتكس بتاع المحفظه اللي هي الايه البومانز كابسول طيب بعد كده النفريك تيوب تيبيول بتتكون من ثلاث اجزاء يلا جنايني <applause> النفرين تيبيول يلا يا ساره It starts collide in the cortex and it's and it's called the first collide tubule tubule. Excellent. Now so. it becomes U-shaped structure in the medulla and called loop of Henle. هنل. جميلة. Number 3 it returns collide again in the cortex and called second collide tubule. Excellent. يبقى يعني the, the, the first el في cortex في cortex el هي el first coil. بعد كده the U-shaped structure هو Henle loop. دي موجودة في ال medulla. وفي الاخير خالص ريتيرنز مره ثانيه للكورتكس عن طريق مين الكويل سكند كويل تيب جميل على الاخر طيب واحد تيست سيلف بالليمون البلدي الاصلي المتكتك المرستك حابب اسمع لوجي يلا لوجي <applause> uh, Which of the following statements is wrong رونج uh, اقول الاختيارات ولا افكر انا <applause> اللي انت حباه the nerve is connected with one collecting uh, duct. One collecting duct is connected with more than one uh, nephron. The nerve tubule ends in the kidney uh, pelvis. Uh, the nephron is connected with the collecting duct in the cortex of kidney. Um, <takiego> واحدة غلط مين في دول غلط؟ النفرون بيتجمع في كوليكتنج داكت واحدة دي صح ولا غلط؟ ثواني انا هستبعد هي اخر واحده صح جميل و عليك و دون... واحده صح برضو جميل عليك وتالت واحده صح تبقى ايه ثانية واحدة يابا تالت واحدة صح فين؟ تنعرف تسيب الانسان ده كيدني ال 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 ماشي لحد الكيدني بيلبس يلا هم بالراحة هي هتبقى ايه؟ بالراحة بالراحة هل دي كده اللي هي الكدني اللي هو النفرك يوز ماشي هل دي واصلة لحد البلفس؟ لا أمال موصلة لمين؟ كولكتينج دكت والكولكتينج دكت هي اللي واصلة لمين؟ اللي هي اللي هي اللي للبلفس البلفس اه للبلفس لكن الكولكتينج دكت ما هياش جزء من مين؟ من ال النفرك ماشي انا عارف هيتخبل شويه ان هم ما حطيتش عارف ايه لكن في الواقع انت بتسيبي دي عن البقيه تمام يبقى يا مستر هنا عندي ال لكن الاولى فعلا النفرون كونكتد ويز وان collecting داكت هو فعلا بيوصل النفرون الواحد بيوصل لكونكتنج داكت واحده تمام واخواته كمان بيجوا يوصلوا معاه في نفس الكونكتنج داكت فمش بيتشعب لاكثر من واحده لا هما كل النفرونز بتروح لكونكتنج داكت واحده ماشي فا وبي لهم نفس المعنى ودي طبعًا ما فيهاش مشكلة اللي هي تمام فالـ الـ بيولز إن ذا كيرني بيولز هي ديت اللي فيها مشكلة. طيب استراكشر Structure of the urinary system ألي أكثر الـ طبعًا اتكلمنا في الجزء الأولاني ده على الكيدني والشغل بتاعها من فبدا فبدأ يكلمني على طيب قبل ما ندخل بس في الـ Structure ده حابب أقول الحتة دي urine إكسكراكشن ماشي نتكلم في الحتة عشان دي اللي انا شرحتها قالي مثلا اتفرس two branches وكمل we... يا زينة تمام طيب. two branches come from aorta to renal arteries where each of them enters the kidney at the concave surface the, neural, the renal artery branches to a great number of much smaller um, arterioles arterioles

glomeruli, 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 Rollas the group of blood capillaries that enter the, a e, the Bowman's capsule, in the kidney, okay? the urine is extracted through two processes, uh, which are a filtration process, filtration. Well, selective. selective reabsorption process, reabsorption process, reabsorption, ري <applause> طب <applause> نبدا بالفلترشن مع 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 عاوز خدم رجاله يلا يا يوسف الفلترشن يا يوسف فلتريشن بروسس ا بومان a uh, uh, plasma is filtered uh, out of the blood, including water uh, wastes, uh, mineral salts, uh, and glucose, to be uh, passed uh, in the nephric uh, tuples. we have Mr. Phil Bowman's capsule, blood float which is plasma, is filtered out uh, of the blood uh, including water شايل معاه ال water الميه ال waters وال mineral salts وال glucose to be passed in the nephric uh, uh, tube طيب اخر حته the select, selective reabsorption اشوف ريهام يلا ريمو يا يلا يا uh, inside the nephric uh, tubules, the reabsorption process of the blood plasma contents that had been filtered a cure to return back glucose and mineral substances that the body needs into the blood while leaving waste only in the form of urine. كمل؟ لا تمام كده وصلت الفكره دي، طبعا احنا شرحناها تمام، ان مستر uh, reabsorption بيرجع مره ثانيه leaving waste only in the form of urine مكونة ال 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 urine. انت عارفه لو كملتي جنة هتا يلا يا جنة Uh, urine passes down the collecting duct to the pelvis, uh, where it passes to the ureth uh, ureter, uh, then to the bladder, where mm -hmm. it is stored. But here we only when the bladder is filled, uh, its muscles contract to force the urine through the uh, urethra to be expelled out of the body. <laughs> طيب الجزء اللي احنا سيبناه اللي احنا عملناه سكيب ميشن حلو على بتاعنا عباره عن الـ عن kidneys الـ two ureters and urinary bladder. الـ kidney طبعا نتكلم عنها بشكل مستحيل فوق وتحت. الـ ureters اللي they are مين اللي جاي يلا ادهم. الـ time. They are two tubes that emerge from the two kidneys and pass the urine drop by drop from the two kidneys to the urinary bladder. to the urinary bladder uh, where they open at the back of the bladder uh, in an inclined position uh, the bladder is a small muscular sac and has a sphincter muscle that closes the outlet of the bladder the urine accumulates inside it then the bladder contracts and expels the urine out through a duct called the urethra الله ينور عليك اخر حاجه قالوا بالنسبه لليوريثرا uh, the urethra is a duct connected to the bladder through which the urine passes to outside the body. طيب السؤال ده على قد الاء يلا الاء الاء موجوده؟ اه موجوده الاء رضينا

lose control on the excretion of this urine. هيفقد السيطرة عليها هتبدأ إنها تخرج واحدة واحدة من غير ما يتحكم فيها. جميل على أشكرك يا رضاين، يعني ممتازة إيه آآآ إيه لا. لا إيه يا إيه ريت تظبطي الدنيا معايا، ماشي. طيب السيشن اللي إن شاء الله نخلص فيها الجزئية دي كلها على بعضها. ماشي الحال، والنهاردة إحنا خدنا كده الكيدني وأخدنا اليونير سيستم كله على بعضه ويظبطنا فيه الدنيا. في اي مشكله يا ولاد في الكدني او في الجزئيه ديت فيها اي حاجه مش واضحه؟ لا تمام في اي حاجه محتاجيني اعيدها ثاني او ان انا ابص عليها مره ثانيه او ان انا اعيد شرحها ثاني؟ طيب جميل على الاخر ورك بتاعنا هيبقى لحد right. هيبقى لحد كويس. نمبر 12 اخر بيج 33. تمام؟ <تصفح> معايا معايا يا ميس حبيبه؟ مع حضرتك يا مستر هتنزلهم بس على المهمه على الـ على المنصه بتاعتهم ان هم مفتوحهم لحد بيج 33 ماشي الحال لحد كويستشن نمبر 2 ماشي وكل الناس طبعا عرفت الهومورك حد يكتبها حتى على الجروب اكتبيها لا اكتبيها اكتبيها دينا تمام هكتبها يا مستر ماشي طيب يا ناس جميله صراحه في المجموعه دي وكله بيعمل واجب بس ميدو وساره ايه؟ هو <applause> انا عامل وجبه ميز بس لغايه دلوقتي ما بعتوش انا بنسى ابعت والله في وجبات كتير انا بحلها بس بنسى ابعتها اوكي يا طب يا ساره انا هصورها النهارده وابعتها اوكي ساره ساره فين ايوه مميز هو انا لسه ما فهمتش ازاي احط الوجبات على المنصه بس يا حتى لو ما عرفتيش تبعتيها ممكن بحطيها على المنصه ابعتيها للمس ابعتيها للمس بتاع ده عادي خلاص تليجرام او واتس او اي حاجه طيب لوجين عشان هي بس جديدة معانا صح؟ اه يا اه لسه هو المفروض ابعت الواجب فين بالظبط لا لوجين لوجين مش تبع انت تبع المنصه يا لوجين تبع الاكاديميه لا, ولا... لا. طب خلاص ابعتي يبقى على طول دايركت على مس حبيبي تمام ماشي <تصفيق> ماشي, <applause> ماشي الحال <applause> طيب يا حبيبي في اي حاجه مش واضحه او في اي حاجه مش مظبوطه او في اي حد راسه اي حاجه في اي حته؟ اي اشكركم جدا يا حبيبي اشوفكم ان شاء الله على خير الساشه ان شاء الله. يبقى. مع السلامه. مع السلامه. هندخل السلام. يعني تاني يا حبيبي.